حدد المجال والمدى للعلاقة التي تم وصفها في الجدول، وما هو مطلوب منا قوله وإيجاده عندما يذكرون المجال؟ ما هي جميع احتمالات المدخلات التي يمكننا وضعها في العلاقة في هذه الحالة؟ ولاحقا سنرى اقتراناً. هنا كذلك أعتقد أن طريقة التفكير بها تقوم على المدخلات التي تعرف العلاقة هذه، وكذلك يمكننا اعتبار X كمدخل. إذن عندما X تساوي سالب 1 Y ستكون عبارة عن 3، وعندما X تساوي 3 ستكون Y تساوي سالب 2، وعندما X تساوي 3 مرة أخرى Y تساوي 2. لهذا السبب لا يمكننا اعتباره اقتراناً، لأن لدينا قيمتان لـ y لكل قيمة لـ x. لكن يمكن أن تكون علاقة عندما x تساوي 4 y تساوي 8، وعندما x تساوي 6 ستكون y تساوي سالب 1. إذن للإجابة على الجزء الأول، عندما سئلنا ما هو مجال هذه العلاقة وقد قيل لنا ما هي جميع المدخلات، ما هي جميع قيم X التي تعرف هذه العلاقة، وقد تم وصف قيم X هنا، إذن هم عبارة عن مجموعة. وما تعنيه هذه الأقواس؟ أنه وصف مجموعة، وهي مجموعة الأعداد سالب 1 سالب 1 و3 و4 و6 إذن كل ما قلناه هنا أنه إذا كان المجال لهذه العلاقة عبارة عن هذه الأعداد الأربعة، فستكون هذه العلاقة معرفة لأي من هذه الأعداد الأربعة. إذا أعطيت أي من هذه الأعداد كقيمة لـ X، فسيكون هنالك Y على الأقل قيمة واحدة لـ Y مشتركة معه. الآن عندما يتم التحدث عن مدى هذه العلاقة والفكرة التي تطبق أيضا على الاقترانات، وهي مجموعة محددة من العلاقات التي يمكنك اعتبارها علاقة منسقة جيدا، المدى عبارة عن جميع المدخلات المحتملة التي تمكن العلاقة من إعطاء المدخلات. ما هي جميع القيم المحتملة التي يمكن أن تؤخذ لهذه العلاقة؟ إذن ستلقي نظرة هنا على جميع قيم Y المحتملة التي يمكن أن تؤخذ لهذه العلاقة. يمكن أن نكتبهم بالترتيب، لا يتوجب علينا أن نكتبهم بالترتيب لكنني سأفعل ذلك. في الواقع دعونا نتجه بشكل مستقيم، إن المجموعة لا تعني بترتيب معين، إنها تعني مجموعة أشياء. إذن المدى هنا حسنا قيمة Y التي لدينا يمكن أن تأخذ القيمة 3، ويمكن أن تأخذ القيمة 2، ويمكن أن تأخذ القيمة 8، كما يمكن أن تأخذ القيمة سالب 1، وانتهينا. هذه هي قيمة X التي تعرف هذه العلاقة، بالتالي يمكنك إيجاد علاقة، وهذه هي جميع قيم Y، وهي النواتج التي حصلنا عليها من العلاقة التي أدخلت بها. يمكننا إيجادهم من خلال النظر إلى هنا.